هنتكلم النهاردة عن خدمة القديس يوحنا المعمدان، وهو اسمه الله حنان. الله حنان، يوحنا، الله يتحنن. في وقت يوحنا المعمدان والنهاردة القسوة منتشرة، في قسوة شديدة جدا جدا، فكانت أعظم حاجة جابها يوحنا المعمدان هو الإعلان بأن حنان الله موجود، وحنان الله قادم، وحنان الله ممكن يطفيه على البشر. فلو تحنن علينا ربنا وقطعنا وقبلنا، نبتدي احنا نتحنن على نفسنا ونتحنن على الآخرين. بمعنى ان القسوة التي نمارسها في بعضنا او على نفسنا تقل كثيرا. واحداث امبارح في المنيا او اول امبارح كان فيها نوع شديد جدا من القسوة، والقسوة موجودة في كل مجتمع وفي كل دين وفي كل جامع، وللأسف ايضا في كل كنيسة. مش قضيتنا دلوقتي القسوة بتاعت المسلمين، دي يمكن تكون ما هيش غريبة علينا 1400 سنة، انما كنيستنا عاشت 2000 سنة تحت القسوة وتحت الاضطهاد بحنكة شديدة وبرحمة شديدة من ربنا، انه ربنا بيرحم الكنيسة ديت وما خلاش تندثر. وبنقرأ في شهر كياك الإصحاح الأول من إنجيل معلمنا لوقا، وفي 4 أحداث قبل ميلاد ربنا يسوع المسيح: أحداث البشارة بميلاد يوحنا، ثم البشارة بميلاد ربنا يسوع المسيح الربع الثاني، والربع الثالث زيارة القديسة العذراء مريم إلى إليصابات، والربع الرابع بيبقى ميلاد يوحنا المعمدان، وبيجي الحد الرابع دهوت في أول السنة، يعني قبل أول السنة بيومين، بعد أول السنة بيومين، كيفما اتفق يعني في النتيجة في الشهر دهوت أو في الموسم دهوت. فبتيجي ميلاد يوحنا المعمدان كده على أول السنة يفكرنا بأنه السنة اللي جاية إن شاء الله اللي احنا فيها دي تبقى سنة الرحمة ويقل فيها القسوة. في الإنجيل مكتوب حسب ما كتب معلمنا لوقا البشير، لما أبوه فرح به، أما زكريا فرح بيوحنا وقال النبوة العظيمة بتاعته: وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه. لا، أنت عظيم جدا يا يوحنا، لتعطي شعبه معونة معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم. هتدلهم على المغفرة من الخطايا، ومين اللي هيغفر الخطايا، لأنك أنت ستقدم أمام الرب يسوع. بأحشاء رحمة إلهنا، يعني هتجيب رحمة ربنا من جواه من قلبه التي افتقدنا المشرق من العلاء، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام. فجاء يوحنا المعمدان في مجتمع فيه قسوة شديدة، وكان هو صفارة الإنذار وكشاف النور اللي بيكشف لليهودية كلها والإسرائيل، بينذرهم أن القسوة ديت لازم تتكسر، وهو حنان الله كما قلنا في الأول أن معناه اسمه حنان الله أو الله يتحنن. غير كثيرين في إسرائيل وعدهم ليكونوا أبناء المسيح وأبناء النور وأبناء الحق وأبناء الرحمة. في زيارة قريبة لمصر كنت في اسكندرية، وكنت قاعد في يوم كده بعد الظهر في حتة جميلة جدا على الكورنيش، وكل المناظر اللي حوالينا كانت حلوة، وكان لسه خريف، الشمس جميلة جدا، تقعد كده وتستمتع بالبحر وبالهدوء الشجر وقصر ممتازة والمحلات الفخمة اللي هي على الكورنيش، وكانوا الشباب في المدارس وما فيش مصيفين، فالدنيا هادية خالص. لغاية ما جت الساعة 4 بعد الظهر
وطلعوا ناس كتير قوي قوي من الشوارع الجانبية والأزقة، دول موظفين مروحين. فشفت منظر غريب جدا جدا، شابات وسيدات في نقاب وحجاب، وشباب وشيوخ كلهم لابسين الزي الإسلامي الرسمي، وكل واحد دقنه نص متر قدامه. يعني بتتوسم انت في الناس ديت ان هي تعرف ربنا، انما لما كان يجي اوتوبيس عشان ياخدهم، احنا بنسميه المشروع عندنا في اسكندرية، او التاكسي اللي بياخد 15 نفر ولا حاجة، كان في تكالب شديد جدا وقسوة شديدة جدا جدا، تعكر المنظر اللي انت فيه. ويتسابقوا الستات ويتسابقوا الرجالة ويتخانقوا مع السواق، وتزاحم شديد وقسوة شديدة، وكل بقى الأمور المرعبة اللي انت بتسمع فيها عن المجتمع المزدحم الذي لا يعرف الرحمة. فعكر صف المنظر اللي الواحد قاعد فيه. بعدين على المساء جاء واحد قريبي اللي هو كان مضيفي، فقلت له الحقيقة ان انا شفت المنظر ده، وشفت القسوة المفرطة دي، يعني ازاي الناس دي اللي هي بتقول انها تعرف ربنا تعمل كده في بعض يعني. فقال لي ابونا في غرب اسكندرية في العطارين، كان هو موجود، وقال لي انه كان في ترتيب تاني ونظام تاني، ان هم اتفقوا ان هم يصطفوا في طوابير، ستات في طابور والرجاله في طابور، ويجي اوتوبيس ياخد مجموعه من الستات، يجي اوتوبيس تاني ياخد مجموعه من الرجاله، كل حاجه ماشيه بانسيابيه جميله جدا. فكانت كلمه السر في الموضوع ده هو ان الناس وقفت طوابير واتنظمت. فاول ما بيكون في انتظام وفي طوابير تندحر القسوه، مفيش قسوه بقى، مفيش تكالب، مفيش زق وجذب وخناق والعراك. وبقول الكلام ده ليه؟ لان هنشوف برضو موضوع الطابور ده هوت، لانه مهم قوي في كلامنا النهارده. لما اتولد يوحنا المعمدان، اتولد في بيت اثنين قديسين هما اليصابات وزكريا الكاهن. احلى من كده ما فيش يعني. الولد مولود في بيت فيه صلاه وفيه حفظ الكتاب المقدس وفيه رحمه شديده، فربياه على وصايا إسرائيل وعلى الكتاب المقدس، وعلموه سيرة العظماء في إسرائيل، إبراهيم وإسحاق ويعقوب الآباء العظام اللي كانت كلهم أحشائهم فيها رحمة. وكان إسرائيل في الوقت دهوت كان شكله صعب خالص. أخذه أبوه زكريا معاه لما بقى صبي كده، زي ما بناخد ولادنا ونوديهم الكنيسة كده، فشاف الكنيسة وانبهر جدا وهو طفل، وشاف الهيكل وشاف خدمة الكهنوت والملابس الفاخرة والطقوس الغنية التي كانت في كنيسة العهد القديم، فانبهر جدا، وشاف قصور المدينة وشاف عظمة المدينة التي كانت أورشليم. لما كبر شوية ابتدى يلاحظ، زي ما عيالنا بيبصوا لنا كده وبيسجلوا لنا، يلاحظ ان في مفارقة غريبة جدا جدا، في عبادة شكلية ظاهرية شكلها كويس، وفي قسوة داخلية شكلها بشع. فشاف انه الكهنة دول اللي بيخدموا في الهيكل، ولما يقفوا تبقى صوابعهم منورة شمع، انما كانوا قصا جدا جدا على المخدومين وعلى غيرهم، وكان فيهم رياء شديد جدا. وشاف الحكام، وشاف هيرودس الملك اللي بيبني القصر العظيم ده هوت من على ظهر الشعب الغلبان، ياخد اللقمة من الفقير واليتيم ويبني القصر العظيم، زي ما سمعنا قسوته النهاردة في قتل أولاد بيت لحم. وشاف فساد الفريسيين والكتبة والجنود والعشرين والموظفين، شاف ان المجتمع اللي هو فيه كله مملوء بالفساد، وسمع النبوات التي تتحدث عنه هو. أبوه قال له يا ابني أنت مولود بمعجزة، وأنت مولود لهدف والغرض، وقال له الكلام اللي أبوه سمعه ساعة البشارة بميلاد يوحنا المعمدان. الملاك كان عن يمين مذبح البخور بيقول زكريا عن ابنه الذي سيولد له في الشيخوخة، لأنه يكون عظيما أمام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب. يعني الولد ده هيكون مندور،
ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس، وده احنا عارفينه لما تقابل مع السيد المسيح وهم لسه أجنة في بطون أمهاتهم، امتلأ من الروح القدس ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته. إيليا ما كانش يعرف الغلط ولا يستحمل الغلط، ويقول اللي بيغلط قدامه حتى لو كان الملك، يقول له أنت معكر إسرائيل. بروح إيليا وقوته لرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار، يفكر الجيل ده بالأجيال السابقة، يقول له شوف جدودك عملوا إيه، شوف إبراهيم وإسحاق ويعقوب التي أنت من نسلهم كان شكلهم إيه، يفكرهم. وعرف الصبي أنه لابد أن ينمو وتقوى بالروح، فكان عنده مشكلة أنه هو مش هيقدر يخدم ككاهن في الهيكل في كل هذا الرياء العظيم وكل هذا الفساد المتفشي في إسرائيل. فراح واخد بعضه من نفسه كده وراح رايح البرية، تنازل عن حتى الراحة التي في بيت أبيه وأمه، وبالأكثر تنازل أيضا عن منصبه ككاهن، لأنه كان ممكن يروح أورشليم ويبقى كاهن ويبقى حاجة فخمة جدا ويبقى ليه مميزات وهدوم جميلة معمولة من الحرير ومن الكتان. ساب الكلام ده كله وراح البرية وعاش عيشة خشنة جدا كعيشة الرهبان القصاء اللي بيبقوا قاسيين جدا على نفسهم، إنما كلهم رحمة من جوه على نفسهم وعلى الآخرين. فلبس قميصا من الصوف الخشن ومنطقة من الجلد، ما كانش ليه في الفخامة والوجاهة التي للكهنة ورؤساء الكهنة والفريسيين والكتبة. وبيبص على حياة الترف التي في إسرائيل ويتعجب ويضرب كف على كف. وكان غرض الله فيه واضحا جدا في ذهنه لما كان عنده 30 سنة، ابتدى رسالته وحفظ النبوات وحفظ الكتاب المقدس، وشاف نبوة ملاخي عنه اللي بتقول ها أنا ذا أرسل إليكم إلي النبي قبل مجيء يوم الرب العظيم والمخوف. فيرد قلب الآباء إلى الأبناء وقلب الأبناء إلى آبائهم لألا آتي وأخرب الأرض بلعن. لو زادت القسوة هتزيد معها الخطية، ومع الخطية يجي موت، يجي موت الناس وموت الزرع وموت الشجر وموت الأرض كلها كما حدث في سدوم وعمورة مثلا. وابتدى صيته يبان أن الراجل ده هوت بيقدم خدمة تانية مختلفة لإسرائيل عن الخدمة العادية اللي بيشوفوها في الهيكل أو اللي بيشوفوها في المجامع عندهم من الكتبة والفريسيين. فرؤساء الكهنة اللي كانوا شخاليل في إيدين الحكام سمعوا عنه، ما كانوش مبسوطين طبعا، والعشرون المتعسفين المملوئين ظلما وغشا، وكان زكا مثلا واحد منهم سمع عنه برضه وعرف أنه بيتكلم عليه، وعرف كل واحد عارف أنه بيتكلم عليهم، والجنود الذين ملؤوا البلاد بأعمال العنف والسلب والنهب، والحكام الذين تجردوا من البساطة والطهارة والنزاهة وغمسوا نفسهم في اللذات والشهوات، كما كان هيرودس الثاني اللي هو الملك اللي خد من أبوه كان عنده شهوات وقتلاه، كان عايز يتجوز مرات أخوه. كل هؤلاء الذين قال عنهم الكتاب أنهم أولاد أفاعي سمعوا عن الراجل ده. والحقيقة اللي بيبقى عايش في الخطية بيبقى متلذذ بيها ساعة ومتنكد 23 ساعة، بعد ما يتلذذ بالخطية يرجع يقول أنا اللي عملته في نفسي ده وإيه العيشة اللي أنا عايشها دي. فقالوا نروح نشوف الراجل ده، فتركوا أحمالهم الثقيلة وراحوا. ولو شفنا أيقونة جميلة ليوحنا المعمدان هنلاقي فيها الناس كلها واقفة طابور والمسيح واقف في نصهم، كل اللي قدام المسيح واللي ورا المسيح دول كلهم خطاة محتاجين للتوبة، فيهم الجنود والعشرين والحكام والكتب والفريسيين مصطفين كده طابور عشان يسمعوا منه كلمة
أو يحط إيده عليهم ويعمدهم في نهر الأردن. فأول ما انتظموا في طابور ابتدت القسوة تقل في قلوبهم، زي ما اخواتنا دول انتظموا في الطابور مستنين المشروع عشان يركبوه. أول ما بننتظم إحنا في حاجة بنبتدي نوعى. وسمعوا صوته بالتعليم: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. حتى هيرودس الابن كان يقابله خفية ويعزمه عنده أنه هو يجيله عشان يكلمه عن التوبة. ورجعوا بعد ما وقفوا في الطابور ده، رجعوا وهم مملوئين توبة وندامة وأكثر تقوى وأقل قسوة. حتى أن زكى العشار افتكر كلامه لغاية ما قابل المسيح، لأنه فكروا بالجرائم بتاعته، أن زكى كان بيسرق من الناس الغلابة، وقعد يقول في دماغه كده: إن كنت وشيت بأحد أرد أربع أضعاف، إن كنت وشيت بأحد أرد أربع أضعاف، لغاية ما قابل المسيح ويقول الكلمتين دول. وعادت قلوب الآباء اللي هم إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى الأبناء، إلى بطرس ويوحنا ومتى وتوما وزكى، لأن دول كانوا أولا تلاميذ ليوحنا المعمدان قبل ما يكونوا تلاميذ وأتباع للسيد المسيح. وتذكروا قداسة والتزام الآباء، وفي الالتزام تجنبوا القسوة وابتعدوا عنها، وابتدى يكون عنهم توبة. والتوبة مؤشر لا يخطئ، قال هو العطاء. يعني اللي بيتوب بيبتدي القسوة اللي فيه اللي هي بتاعت الأخذ تضمحل، ويبتدي يعرف ان الحنان ان هو يرحم نفسه ويرحم الآخرين ويكون عنده عطاء. فالفرق ما بين العبادة الشفوية والعبادة القلبية هو العطاء والالتزام. وزي ما قلنا جيلنا بيعاني من القسوة المفرطة، وكنائسنا أيضا تعاني من الضعف الشديد وما نضحكش على نفسنا. لتكن إذن هذه السنة الجديدة هي سنة الالتزام لنا كلنا. 2019 فرصة ان احنا بقى نقف في طابور التوبة بجد، ونبتدي نتحرك من العبادة الشفوية الى العبادة القلبية والالتزام والعطاء. ياريت تكون سنة 2019 سنة الالتزام في كل كنايسنا، لانه كل واحد يدي العطاء بتاعه، يدي العشور بتاعته، بحيث ان احنا 100% مننا نكون بندي العشور بتاعه. وهشرح لكم ازاي. يعني الفقير يعطي، والمستور يعطي، والغني يعطي، فما يتفضلش حد، كلنا بنعطي. الفقير يدي 10% من دخله، ان كان دخله في السنة 10,000 دولار، وده مبلغ بسيط في المجتمع بتاعنا، انا بتكلمش على قيمة الدولار بالجنيه ايه، مش هنعمل الكلام ده، هو احنا بنتكلم علينا احنا، يعني دي كنيستنا اللي احنا فيها ديت هي اللي بتخدمنا، فانا بتكلم على محيط الكنيسة التي نتعبد فيها ونخدم فيها وبننظفها احنا بايدينا وبنحضرها لاولادنا وبنتناول فيها وبنيجي نصلي فيها. احنا بنتكلم عن نفسنا وكنيستنا، مفيش حاجة برا المحيط ده، وهتكلم على اللي برا واللي جوه. فالفقير يعطي 10% من دخله، إذا كان دخله 10,000 دولار وده دخل بسيط، يبقى يسدد 1,000 دولار للكنيسة التي تخدمه. والمستور يدي 15%، يعني إذا كان واحد دخله 100,000 دولار يبقى العطاء بتاعه 15,000 دولار، والغني يدي 23%. يعني إذا كان واحد غني دخله 200,000 دولار في المجتمع اللي احنا فيه وفي الوقت اللي احنا فيه، يبقى ده هو يسدد 46,000 دولار للكنيسة التي تخدمه، الكنيسة المحلية التي تخدمه. والكلام ده هو انا مش جايبه من كتاب الحساب ولا من دماغي، العشرة والخمستاشر والثلاثة وعشرين ديت ليها أصول في الكتاب المقدس، لأن الغني لازم يشارك أخواته الفقراء في الكنيسة فإنهم يفرحوا معاه،
يعني في العيد لازم ناكل كلنا زي بعض، زي ما بنقف احنا في طابور التناول مع بعض، واذا خرجنا كلنا نخرج مع بعض. فالغني عليه مسؤوليه ان هو يدفع كتير عشان اخوه اللي معاه في الكنيسه هنا يفرح معاه، لان بعد 20 سنة ابن ده هيتجوز بنت ده، ابن ده هو هيبقى دكتور وبنت دي هتبقى مهندسه وهيتجوزوا من بعض. فالفلوس ما خرجتش من خارج الكنيسه، الفقير يعطي 10%، المستور يدي 15%، والغني يدي 23%. سؤال: أنا دخلي بسيط جدا ولا أستطيع دفع العشور، وأنا حتى محتاج معونة من الكنيسة. جواب: عشورك وعشور إخوتك في الكنيسة لك فيها حق إن كنت في ضيقة أو احتياج. عشورك وعشور إخواتك في الكنيسة لك فيها حق إن كنت في ضيقة أو في احتياج. ما أعرفش كاهن من كهنة دالاس هنا اللي بيخدم كنيسة زي أبونا صمويل ولا أبونا بولس ولا أبونا غبريال بيروح البيت ولا بينام إذا كان حد من أولاده في ضيق. أنا عارف الكلام ده كويس، أنا عارف الكلام ده كويس. أبونا مش هيروح ولا ينام إذا كان حد من أولاده في ضيقة. فإذا إذا كان حد في ضيقة أو في احتياج، الكنيسة هنا موجودة علشان تعادل كل أولادها، لأن زي ما قلت احنا ما بنقف في طابور مناولة، بنقف طابور واحد، الغني والفقير والطويل والقصير والرجل والست والرضيع والشيخ، كلنا واحد، كلنا تحت إيد المسيح. فإذا كنت أنت حبيبي في ربنا قسم لك أن في هذا الوقت أنك أنت دخلك قليل، كن أمينا وادفع عشورك علشان تكون فينا جميعا أولاد الكنيسة الروح الواحدة، يبقى الكل بيدي، الكل يعطي، والالتزام 100%. سؤال: أنا ضحكت على أبونا وقلت له أنا مش قادر أدفع الإيجار، فدفعوا عني وأنا خدت الفلوس وصرفتها. جواب: وجع تقطير إن شاء الله. أنت إنسان قاسي جدا، أنت إنسان قاسي جدا، زي زكى العشار اللي هو عنده كتير ومش محتاج إنما ياخد اللي هو مش ليه. زكى الذي سرق المال من الفقير والغريب والضيف، فأنت أخذت ولم تدفع عشورك، وعوضا عن ذلك أخذت عشور إخوتك بدون وجع حق. فالجواب ليك أنك أنت تتوب وترجع ما أخذته 4 أضعاف كما فعل زكى، والتزم بدفع عشورك في كنيستك المحلية. سؤال: أنا بدفع عشوري في مصر. جواب: أنت إنسان قاسي جدا، كنيستك التي تخدمك هي مكان دفع عشورك، المكان الذي يذهب فيه أولادك إلى مدارس الأحد وأنشطة الكنيسة هو مكان دفع العشور. توب وادفع عشورك الأولى في كنيستك، إذا كانت 10% ولا 15% ولا 23% تدفعها الأول في كنيستك المحلية. ومن دواعي الكرم والرحمة أنك أنت ما تنساش كنيستك الأم، تدلها من عشورك الثانية. يعني بعد ما اديت انا عشوري الاولانيه هنا في كنيستي، وفاكر انا الكنيسه اللي انا اتربيت فيها، ابعت لها ايضا. لا تنسى كنيستك في مصر، ما بقولكش تنسى الكنيسه بتاعتك في مصر، بس ما ينفعش انك تدي عشورك الاولى لكنيستك في مصر، ادفع لها العشور الثانيه، والعشور الثانيه ليست جزء من العشور الاولى، بل هي علامة رحمة وعدم قسوة في قلبك تجاه إخوتك والكنيسة التي في مصر. جميل جدا أنك أنت تدفع عشورك الأولى هنا وعشورك الثانية هناك. سؤال: أبونا اللي في مصر حكم علي أن أدفع عشوري في بنها ولا شبرا ولا بقرقاس ولا أي مكان آخر. جواب: هذا غير ممكن، مش هقدر أنا أقف هنا وأقول لك أنا أبونا فلان أنا جاي بزورك النهاردة والكنيسة بتاعتي غلبانة أخذ عشورك من هنا عشان كنيستي. ما ينفعش، ما بقاش تعليم ده، ما تبقاش روح الكتاب المقدس، ولا تبقاش روح الرحمة،
فمفيش اب كاهن هيقول لك انسى كنيستك اللي بتخدمك وهات لي العشور انا في مصر عشان عندي ولاد محتاجين. المفروض يقول لك ادفع عشورك الاولى في كنيستك وربنا يباركك، ولما يجي لك هدايا ولما يجي لك ريز ولما يجي لك ترقيه ولما يجي لك مع اي حاجه كده جميله جات لك في الشغل ولا بعت بيعه وكسبت فيها، افتكرنا في مصر، ادفع عشورك الثانيه في مصر بس عشورك الاولى هنا. لا يمكن اي اب كاهن هيعلم اولاده ان هم يدفعوا عشورهم في كنيسه غير الكنيسه التي تخدمها. ما اعرفش كاهن. الرد على الكلام اللي انا بقوله، اخويا بيقول لي الكاهن في مصر فاكر ان الكنيسه هنا غنيه جدا وان فيها فلوس مش عارفين نصرفها فين. الحقيقه المره هي الاتي، ان جدودنا كانوا شاطرين جدا في العطاء وعلموا اولادهم ان هم يعطوا وبنوا كنائس فخمه جدا جدا في مصر وبنوا أديرة فخمة جدا في مصر والكنيسة في مصر، وأنا بقولش الكلام ده هو تهكما، أنا بقول الكلام ده اللي أنا عارفه، الكنيسة في مصر أغنى من الكنيسة هنا عشرات المرات. الكنيسة في مصر ليست في الضيقة التي نحن فيها من عدم التوازن والاختلاف. أبونا لما بيبقى فاكر إن إحنا عندنا فلوس هنا صح، وعارف إن الدولار بـ20 جنيه، يقول لك حبيبي لو عندك دولار ودفعته لي أنا ده بـ20 جنيه. ده انا ممكن اجيب بيه 20 كوبايه لبن لعيال مش لاقي كوبايه لبن، ادفع له بس بعد ما ادفع عشور الاولى فين؟ في كنيستي المحليه التي تخدمني، لان عيالي انا بيجوا الكنيسه دي وعيال اخويا بيروحوا الكنيسه اللي هناك، اخلي بالي من عيالي واخلي بالي من عيال اخويا. لو ابونا بمحبه قال لك ما تنساناش يا فلان ما انساهوش، حتى اقتطع وابعت له، بس ابونا مش هيقول لك ما تدفعش عشورك هنا ادفعها هناك. زي ما انا ما جيتش النهارده هنا وابونا غبريال مش موجود ومن وراه قلت لكم ايه، ادوني بقى العشور بتاعتكم النهارده عشان الكنيسه اللي انا بخدمها كنيسه غلبانه وما فيهاش ناس. ما ينفعش، ادفع عشورك الاولى في كنيستك وبركه الله ستغمرنا كلنا وهيبقى عندنا فائض وندفع ايضا للعشور للكنائس التي في مصر. وللعلم اما نيجي نتكلم في الاسئله اللي بعد كده هنشوف ازاي ان بعض عشورنا هنا او كتير منها بيروح مصر. فلو ابونا قال لك الكلام ده يبقى نوع فريد من القسوه. لو انت ما قالكش ابونا، لو ابونا ما قالكش وانت قلت لي هنا، لو سالتك وحطيت عيني في عينك انا مش هعمل الحكايه دي يا جماعه. قلت لك يا فلان بتدفع عشورك هنا، قلت لا اصل ابونا قال لي تدفع هناك. لا دي قسوه منك انت مش من ابونا، دي قسوه منك وتهرب. انت اخطات الى الله واخوتك واظهرت قسوه تجاههم، لان اللي بيخدمك هنا هي عشور اخواتك بقى اللي هم دفعوا هنا وانت ما دفعتش هنا. انت لا تدفع عشورك هنا وترضى ان تخدمك الكنيسه المحليه من عشور اخواتك. سؤال، أنا مش دافع هتعملوا لي إيه؟ جواب، سنحبك ونخدمك ونصلي لأجلك لكي يرحمك الله ويرحمنا ويقبل توبتنا جميعا ويقودك أنت إلى التوبة وإلى معرفة الصلاح، معرفة المسيح ومحبة إخوتك ومحبة الكنيسة. وكل ما أجي هنا هفكرك بلطف. سؤال، أنا مش عارف هي الفلوس العشور بتروح فين؟ جواب، لخدمة المسيح الذي هو وجسد المسيح الذي هو الكنيسة. العشور بتاعتنا هنا بتخدمنا. اللي بيفتكر إن أبونا بيلم فلوس عشان يبني مباني، أنا عايز أقول لكم إن أبونا، كل أبونا أعرفه، آخر حاجة في دماغه إن هو يعمل مشروع يبني مبنى. لو كان عايز يتفرغ للكلام ده هوت كان اشتغل في العالم وبنى اللي عايزه. ابونا اللي بيخدمك في الكنيسه ديت وكل ابونا هنا غرضه حاجه واحده، غرضه ان يخدم المسيح واولاد المسيح، غرضه ان يخدمك. وفي خلال خدمتك
بنحتاج إلى مبنى. إحنا ممكن نصلي في الشارع، مفيش مشكلة، ولو اضطرينا نصلي مرة في الشارع هنصلي في الشارع مفيش مشكلة، بس أريح كتير إن إحنا نصلي في كنيسة جميلة كده ومليانة أيقونات وفيها نور وفيها نظافة وفيها نظام. إذا العشور بتروح في خدمة السيد المسيح وجسده الذي هو الكنيسة الذي هو أنا وأنت. وإذا كنت عايز تعرف بدقة كل مليم بيروح فين، اسأل الأب الأسقف، اسأل الأب الكاهن، أو اسأل إخواتك في لجنة الكنيسة هيقول لك كل مليم بيروح فين. أحب حاجة أحبها أنا إنه العيال يروحوا كل الكامبس مثلا وكل المؤتمرات حتى اللي مش قادر. فلو عشور الكنيسة كلها بتدفع زي ما قلنا الفقير والمستور والغني بيدفع، مش هيبقى عندنا احتياج ان احنا ما نبعتش عيل ولا بنت صغيرة انها تروح وتفرح في الكامب او في الاجتماع عشان 100 دولار ولا 200 دولار. ده لو التزمنا كلنا 100%. والاب الاسقف بيعادل ما بين الكنائس التي في أبرشيته، والأب الأسقف بياخد عشور الكنيسة، لأن الكنيسة دي جسد حي، إحنا جسد حي، الكنيسة دي جسد حي، فالكنيسة بتدفع عشورها للأب الأسقف، والأب الأسقف بيدفع فلوس عشور إلى الأب البطريرك. حلو إن إحنا عندنا تنظيم جميل، ولما بيكون في أي حاجة ل دفع تبرعات إلى كنيسة في مصر، ما أعلموا أن تقريبا من 1 إلى 1.5 مليون دولار بيروحوا للكنيسة في مصر من عشور أولاد الكنيسة التي هنا، يعني كنيستنا وكنيسة السبت العذراء وناشفيل وميامي وكل كنيسة هنا بيبقى في جزء من عشورنا إحنا بيروح مصر أيضا. لو حد عنده سؤال أو تعليق أنا أحب أسمعه كده، عندنا دقيقتين أو ثلاثة. نفتكر أن خدمة يوحنا المعمدان أن هو نظم إسرائيل، إسرائيل القاسية المهرجة المشوشة، جاء يوحنا المعمدان عشان يوقفهم طابور كده عشان يستقبلوا المسيح. صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب مستقيمة، لتكن سنة 2019 هي نهاية القسوة وسنة الرحمة والبركة وسنة الالتزام 100% مننا ندفع العشور، وزي ما قلت محدش هيحتاج، ندفع العشور بتاعتنا في كنيستنا، سترتفع روحانيات الكنيسة، سأحس قليلا أقل بالقسوة التي في قلبي، لأن اللي بيدفع العشور بيبتدي يعرف طعم الرحمة وطعم الحنان. بالاسم ربنا كل المجد دائما أبديا أمين. كل سنة حضراتكم طيبين، فضلوا نصلي وننصرف بسلامة. بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. نشكرك لنا الصالح ونبارك يا رب اسمك القدوس. حافظ يا رب على هذه الكنيسة وخدمة أبائي وأخوتي الذين يخدمون في هذه الكنيسة، حافظ يا رب أخوتي وكل ما تمتد إلي يديهم بشفاعة والدتي العذراء القديسة مريم وبركة يوم الأحد الذي لمخلصنا الصالح وشفيع هذه الكنيسة القديسة العظيمة بنوب النهيسي. اسمعنا يا الله.